بيدعوهم. تاني حاجة بقى، والنقطة التانية اللي عايز أتكلم فيها، بيان وزارة الشباب والرياضة النهاردة هطلعوا بيان بيقولوا إن تشكيل لجنة الانضباط داخل الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل صحيح وتشكيل مناسب 100%، هو ولجنة التظلمات والدعوة اللي رفعها النادي الأهلي دي مش صحيحة، لأن الكلام، لأن الناس دي طالعة تتكلم يعني بتقول دعوة مش مظبوطة، لأن هم صحة اللجنتين. طبعا ده جماعة تمثيلية زي التمثيليات اللي بيعيشها الزمالك ورا كل قضية وكل موضوع بيحصل على نادي الزمالك. أول حاجة، أنت عارف إن الأهلي أقام دعوة من أسبوع، ولجنة التظلمات كانت بتجتمع امبارح أو أول امبارح، حضرتك ما عرفتش إن اللجنة دي صحيحة أو مش صحيحة غير النهاردة؟ ليه ما طلعتش البيان ده من يومين؟ ليه بعد ما لجنة التظلمات اجتمعت وقالت في في في, في قرارها بعد انتهاء الفصل في الدعوة المقدمة من نادي الأهلي لصح لشرعية لجنة الانضباط؟ حضرتك لسه فاكر دلوقتي؟ حضرتك دي كلها تمثيلية، حضرتك احنا جمهور الزمالك عايش في تمثيلية، تمثيلية كبيرة جدا، من وزارة الشباب والرياضة لاتحاد كورة لإعلام للجنة أندية لحكام أي حد، ده دي تمثيلية. أنت هقول لك على اللي هيحصل وخدها من أخوك كده، من واحد عنده خبرة في المجال يعني وبيتفرج كتير وبيتابع كتير وملم شوية، يومين ثلاثة أسبوع 10 أيام هتلاقي الإعلام كله بيتكلم إن الزمالك هو اللي غلطان في الموضوع، لأن هتتطبق العقوبة على كهربا، لأن اللجنة هتطلع سليمة، لأن حق الزمالك هياخده وهو توقيع العقوبة، فالزمالك غلطان، خسر عدم لعب المباراة وخسر عقوبات هتتوقع عليه بسبب عدم لعب المباراة واللي هي الغرامة وحرمان من السوبر، فالزمالك غلط وتصرف إداري كان غير سليم وما شافوش شكل مصر ولا شافوا شكل البلد ولا شافوا شكل الكلام دوت، والماتش كان في الإمارات وفضحتونا وعرتونا وحاجات لا يصح والانسحاب مش عارف إيه. ده بالنسبة لبيان وزارة الشباب والرياضة. تاني حاجة، في موضوع حصل امبارح، موضوع كابتن محمد فضل. كابتن محمد فضل امبارح طلع على التلفزيون مع مدحت شلبي وقال كلمتين، المفروض اللي هم كلمتين طبيعيين يقولهم اي بني ادم طبيعي في الكورة. طبعا قناة اون سبورت طبعا والعرض بتاعها مسحوا الفيديو تاني يوم، عشان طبعا الراجل بيأكد على الكلام ده. لكن اللي مش عاجبني اللي هو جمهور الزمالك وهو فرحان بالموضوع وداري او مش عارف، يمكن جمهور الزمالك عشان مصدق لقى واحد عنده ضمير او واحد بيتكلم ففرحان قوي بيتكلم قوي. لا يا جماعه، مفيش احتفال بحد، في الاخر اهلاوي ويهمه مصلحه الاهلي، لكن الموضوع مش ان انت بتحتفلش، لان ده طبيعي، ده اي بني ادم هيقول غير الكلام اللي قاله محمد فضل يبقى بني ادم مدلس، هيبقى بني ادم مدلس، يبقى بني ادم ضلالي. لان الطبيعه يا جماعه، لعيب واخد عامل موقف في ماتش الماتش في الدوري من شهر واحد، احنا في شهر خمسة، ما خدش عقوبه وبين اللجنه سليمه، اللجنه مش سليمه، القرار في الدرج، القرار سليم، طعن على القرار، القرار يوقف التظلم، يوقف القرار، وما حاجه ما شفتهاش في الدنيا. فده طبعا اي بني ادم طبيعي وبيشوف من بره. انت لو جبت واحد، اي واحد اهلاوي عنده ضمير بيفك، عنده ضمير وبيتكلم بضمير، هيقول اللي قاله محمد فضل ده عادي، مش فرحة ولا حاجة، ده عادي. لكن القناة، قناة العار طبعا، والقناة المحاباة لنادي واحد، وان زي ما قلت لكم يا جماعة كله بيشتغل لصالح نادي واحد، كله بيشتغل لصالح نادي واحد، اعلام، لجان، اتحاد كورة، كل حاجة، المنظومة كلها بتشتغل لصالح نادي واحد. مسحوا الفيديو عشان الراجل بيقول كلمة حق. قبل كده وليد صلاح الدين من سنتين قال فيديو للزمالك، مسحوا الفيديو. أي حاجة تخص الزمالك وفيها مدح وبتيجي على الأهلي بيخافوا، بيخافوا من البطش. فعشان كده أنا شفت إن قرار الانسحاب ده أو قرار الاعتذار ده قرار قوي جدا، عشان يعمل لك حساب، عشان يخاف من بطشك في المرحلة الجاية. النقطة الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها بقى، وهي خيبة الأمل من الرموز الوهمية في نادي الزمالك. بصوا يا جماعة، عشان بس برضو نعرفوا إن مفيش حاجة اسمها رموز في نادي الزمالك دلوقتي. الرموز كم واحد ومعروفين في الاسم، طبعا هستثني ومش هتكلم ولا أقدر أنطق على الكابتن أبو رجيلة، ده الوحيد اللي مش هقدر أنطق ولا أتكلم عليه كلمة، ده رمز تاريخي لنادي الزمالك. لكن كل الرموز
وكل الناس، الزمالك كان في قضيه، عشان بس نبقى من الاخر، كل رموز نادي الزمالك اللي بيتقال عليها رموز، اللي هم ككباتن واللي هم كانوا اداريين سابقين او رؤساء انديه رؤساء للنادي سابقا، انا ما شفتش حد طلع اتكلم في القضيه دي اللي هي ظلم واقع على نادي الزمالك وطلع اتكلم. ميدو اتكلم برضه عشان ده داخل المطبخ واخد اوردر، وانا قبل كده قلت انا كنت في سبيس مع ميدو، وطالع هو الاول واحد ايد وخلانا ويشجعنا وقعد يتكلم معانا ويقول لنا اقف ورا النادي لو القرار ده طلع، بس انا مش عارف القرار ده يطلع. بس كده انا كنت بالنسبه لي اللي هو كان واخد خطوط عريضه، وقلتها من بدري من 3 4 فيديوهات فاتوا، يعني قلتها من ساعه ما كان معايا في السبيس، واخد خطوط عريضه، فمش هيطلع يقول كده وخلاص. هو واخد خطوط عريضه من النادي، والنادي كان عنده الفكره ان هو ينسحب لو ما حصلش الحاجه اللي ترضي. كابتن تامر عبد الحميد اتكلم، اللي هو بقى مش ابن النادي ولا لا، ده راجل جه لعب بكل اخلاص وتفاني 5 6 مواسم في النادي وخد بطولات وعمل اسمه وتاريخ، لكن بيطلع يتكلم في قضيه تخص نادي الزمالك. كابتن هيثم فاروق اللي جه لعب 3 سنين ولا سنتين وخد شويه بطولات برده، راجل مفيش قضيه لنادي الزمالك او موقف او موضوع الا ما بيتكلم فيه، سواء في تويتر سواء في الاستوديو في بين سبورت لما الزمالك بيجي يلعب، فبيتكلم على الاداره، بيتكلم على اللجان، بيتكلم على اتحاد الكوره، بيتكلم على قيد اللاعبين، ما بيسيبش قضيه لما بيتكلم فيها. فدي الكباتن ودي الناس اللي انا احبها. لكن تعالى بقى طول القضيه دي من ساعه ما القضيه دي بدات، فين الرموز اللي اتكلمت؟ بلاش دي، مش هسيب الكباتن على جنب، الناس اللي هي فين مع اختلافها بقى مع مرتضى؟ انت مش بتحب الزمالك يا عم، انت بتحب الزمالك، طب في مشكله في الزمالك والزمالك متعارض، ما دعمتش قرار زي ده ليه؟ ما طلعتش طالبت بقرار زي ده ليه؟ ما اتكلمتش على قرار زي ده ليه؟ لكن انت عشان بتحب نفسك وعشان انت بتحب، يعني ممكن عشان برضو ما اجزمش ان ما فيش حد بيحب الزمالك او بيحبه، ممكن تكون بيحبوا نفسهم اكتر من الزمالك او بيحبوا مصالحهم الشخصيه اكتر من الزمالك، لكن ما فيش حد بيحب الزمالك يا جماعه. الناس دي كلها تهمها مصلحتها، بتيجي عشان الكرسي ومكانتها الاجتماعيه وبيعملوا اسم، لان في نادي الزمالك بيحققوا مكتسبات ومكاسب اكبر واكتر من ان هم يحلموا بيها، اكبر واكتر من ان هم بيحلموا بيها. هم ما بيحلموش بالمكاسب دي، لما كل شويه بيتصل بيه اعلامي والشو الاعلامي اللي بيجيله، لما كل شويه بيكلمه سبونسر عالي، لما كل شويه مكانته رئيس نادي الزمالك راح، رئيس نادي الزمالك جه، اسمه بيتداول في الوطن العربي كله، اسمه بيتداول في الشرق الاوسط، اسمه بيروح الفيفا، اسمه بيروح هنا وهنا وهنا، بياخد مكاسب اجتماعيه رهيبه غير المكاسب الماليه او المصالح. انا رئيس نادي الزمالك لما يروح يعمل في مصلحته في شغله، لما يروح يتكلم وانا رئيس نادي الزمالك بيبقى واخد مكتسب، لكن الناس دي فين رايها؟ فين دورها؟ فين وقوفها جنب نادي الزمالك؟ فين وقوف والكباتن فين وقوفكم جنب النادي؟ يعني كابتن ايمن يونس طلع عمل بوست مثلا في مره، طب كمل يا كابتن، دعم القرار، قول قرار سليم، قول قرار صحيح، قول انا مع القرار. اللي بيتعرض للزمالك ده ليه ظلم، كل الكباتن، انا مش بخص حد، بس الناس دي فين؟ الناس دي فين من ده؟ الناس فين من اللي عملوه ده؟ هو انا يعني معلش في الكلمه، انا يا غلبان يا اللي عندي كام متابع وكام واحد زهرين بيتفرجوا عليا من اخواتي الزملكاويه اللي طبعا بتشرف بيهم وعلى راسي، انا ايه حد هيسمعني ويعرفني غير وانا بتكلم عن الزمالك، غير انا لابس تيشيرت الزمالك وبتكلم على الزمالك؟ الزمالك هو اللي بيعلي. انا على تويتر عندي كام الف متابع بسبب ايه؟ بسبب الزمالك. هو على الفيسبوك البيج بتاعي عليه كام متابع؟ عشان خاطر الزمالك. القناه عليها 5 6000 مشترك عشان خاطر الزمالك، مش عشان خاطر جمال عيوني، عشان خاطر انا راجل بتكلم على الزمالك، بحلل للزمالك، بتكلم في قضيه للزمالك. ما بالك انا بتكلم على نفسي يا غلبان يا طيب، يعني الراجل على قدي. انتوا ملزومه كانه اجتماعيه ورموز للنادي وناس لعبت كوره وعملت فلوس من ورا النادي وشهره من ورا النادي كبيره جدا كبيره جدا جدا جدا، فين من النادي؟ فين من اصول النادي؟ فين من حكايات النادي؟ فين من الضرر اللي واقع على نادي الزمالك؟ مفيش حاجه من الكلام ده موجوده ولا بتتكلموا فيها ولا في دماغكم. طبعا ده كان لايف سريع، قلت ادردش فيه مع حضراتكم، وده كانت فكرتي عن حوار مرتضى والخطيب في الحوار الوطني وبيان وزاره الشباب والرياضه وفكره كابتن محمد فضل وخيبه امل من الرموز الوهميه. بشكر كل اللي كان معايا في البث، وبشكر الكل اللي هيتفرج عليا بعد كده، بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
خلصت يا بابا.